لنعاود الاتصال بنوفل العوام. إذا نوفل بعد طي صفحة الفرحة بتجاوز دور المجموعات، أكيد بأن الجميع يركز الآن على القادم، والقادم هو الأهم، دور التمون نهار الجمعة، أي يعني العمل سينطلق ابتداء من هذا الثلاثاء في التحضيرات. كيفاش يجب اليوم تدبير هذه المرحلة قبل أيام المحك الحقيقي بطبيعة الحال وبداية رحلة البحث عن اللقب القاري نوفل؟ تحية مرة أخرى لك جلال. المستقبل بإذن الله سيكون مستقبل مشرق. لا ننسى أيضا أن المنتخب الوطني حقق النقاط الكاملة، منتخب الجزائر كذلك، مصر، أي بالتالي قد تكون منافسة مغاربية لملف الأدوار المقبلة هناك لكأس الأمم الأفريقية، والكل يمني النفس بالوصول. أنت كتسمع إن شاء الله الفينال من الجماهير الجزائرية، الكل يمني النفس بأن يكون هناك يعني لقب عربي في كأس الأمم الأفريقية، لقب عز للمغرب منذ سنوات، للجزائر كذلك، مصر صحيح وإن كانت هناك بعض الانتقادات توجه لأداء أحفاد الفراعنة، ولكن نعرف نسقهم يتصاعد من لقاء لآخر. بالنسبة للمنتخب الوطني، أنا أتواجد في كأس الأمم الأفريقية، ولكن لحد الساعة لا نعلم من سيواجه أسود الأطلس. أكيد قوانين الكاف كما قلنا مرارا وتكرارا تغيرت، المادة 75 تقول بأن أحسن أو المنتخب المحتل المركز الثالث سيواجه المتصدر المجموعة، المغرب قد يواجه ثالث المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة، وبالتالي بالنسبة لإيرفي رونار، لباتريس بوميل، للاعبين، للأحمدي، بوصوفة، الكل قال بعد نصر اليوم بأنه لا يهم هوية الخصم، ولكن يهم أن نحضر له بشكل جيد. وجلال، لكي لا أطيل عليك، أعرف لديك الكثير من المواد، دعني بعجالة يعني أخذ أراء من هم خلفي الخضر الذين يمنون النفس بنهائي مغاربي لما لا، ويشيدون أيضا بأداء أسود الأطلس في هذه البطولة، ولكن نحن كإعلام أيضا نشيد بأداء أبناء جمال بالماضي. شباب، باختصار هنيئا التأهل، تسع نقاط، العلامة الكاملة للجزائر، والجزائر بوجه آخر، وجه ألف ناش حال هذه مع وحيدها للوزيتش، ولكن اليوم كيرجع في كأس الأفريقية. بارك الله فيك، نشكرك ونشكر المنتخب الجزائري على الأداء هذا وعلى العلامة كاملة تسع نقاط، ونشكر كذلك المنتخب المغربي، ونتمنى تألق كبير للمنتخبات العربية. أولا نشكر الناخب الوطني جمال بالماضي اللي بالمناسبة يضرب عصفورين بحجرة. لماذا؟ لأنه للذين ينتقدون المنتخب الوطني وتتكلموا كثير في الحصص وتنتقدوا المنتخب الوطني، ها هو الشيء يخدم جمال بالماضي، وهاي اللمسه تاع المدرب الوطني، نشكره كثير. المجموعه شكرا انتوا باغين صداع الانتقاد من البناء مزيان، معليش. بسم الله الرحمن الرحيم، مناصر من الجزائر العاصمه، من الجزائر، كمال الدين قطوش. شفنا يعني تألق كبير من منتخب المغرب، يعني تخص فيها حوايج سورتو اللمسه الاخيره، يعني لافينيسيو كما نقولوها. والحمد لله ثاني المنتخب الجزائر كسب التسع نقاط، وشفنا تألق عربي يعني كل من مصر والمغرب وإن شاء الله تونس، يعني بدأت بتذبذب شوية، إن شاء الله منه وجيت، إن شاء الله نطلبوا لها إن شاء الله تتأهل، وإن شاء الله الفينال يكون عربي. عملتوا ذاك خاوة شجعتوا المغرب، المغاربة شجعوكو، برافو. ديما خاوة مع المغرب إن شاء الله، وإن شاء الله رونار يفيق الروح شوية. ليكيب راهي صراحة ما عجبت، مش هذه المروك نعرفوها صديقي، سبحان الله، مش هذه النجوم اللي نعرفوها. المروك راهي كيب نجوم معناها ما تخلقش في الأفريق، نمور أداء شوية، تنسيق شوية روح، شوية قرينطة تخص، شوية قرينطة، وإحنا إن شاء الله تزير أنا تبنا عليها والله درين مور، أنا متحمدين ربي ان شاء الله، وشفنا الكيب تمشي اداء ونتيجه والاتاك نتاعنا يمركز استبيات في الدور الاول، والله الحمد لله. بعجاله اخر تدخل، مبروك عليكم، وان شاء الله يعني لعب ادوار طلاعيه في هذا البطوله ان شاء الله. اولا تحيه للشعب المغربي والشعب الجزائري. لا صراحه المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري عند التقنيين وعند اللي يعرفوا على ما اظن وعلى ما اعتقد هما احسن منتخبين في الدور الاول من ناحيه الاهداف، من ناحيه التكتيك، من ناحيه اللعب، وإحنا الحمد لله نتمنى ان شاء الله انه الكارت فينال يكون عربي، ولما الفينال يكون مغربي جزائري ان شاء الله. ان شاء الله وتكون الفرزه والمتعه جلال في المدرجات بين الجماهير الجزائري. خليك على هذه الانغام وعود لك لاستوديوهات طنجة. مغربي جزائري خوا مغربي جزائري خوا مغربي جزائري.